حياكم الله من جديد. تعد الرعاية التلطيفية من التخصصات الطبية النادرة والمهمة لاكتمال منظومة الرعاية الصحية. يقوم التخصص على فكرة فريق متعدد التخصصات، وذلك بغرض تقديم الدعم اللازم للمريض وذوي من منظور أكثر شمولية، ويشمل الدعم النفسي والاجتماعي والتوجيه الديني، وكذلك السيطرة على الأعراض والتخطيط لرعاية المرضى داخل أو خارج المنشآت الصحية. وللأسف أن الوعي بدور وأهمية الرعاية التلطيفية لا زال ضعيفا لدى المجتمع، بل ويرتبط في كثير من الأحيان بمعتقدات خاطئة وغير دقيقة. من جدة للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي الدكتور خالد الغامدي، المتخصص برعاية الحالات المزمنة والمعقدة والرعاية التلطيفية للأطفال. حياك الله معنا دكتور خالد. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك دكتور خالد. بداية خلينا نعرف بس ونفهم الناس، وش المقصود بالرعاية التلطيفية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على كرم الاستضافة. الرعاية التلطيفية له تعريف، يعني كتخصص له تعريف دقيق ومحدد نصت عليه منظمة الصحة العالمية. ترجمة التعريف تختلف الحقيقة من متخصص لمتخصص، لكن من قراءتي وممارستي خليني أعرفه بطريقتي أنا. الرعاية التلطيفية هي من وجهة نظري الارتقاء بالممارسة الصحية من مجرد علاج المرض إلى رعاية المريض وذويه من منظور أكثر شمولية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والمتقدمة، ولكن بشروط معينة في إطار القيم الدينية والثقافة المجتمعية وممكنات البنية التحتية للنظام الصحي. إذا عرفنا التعريف بهذه الطريقة راح نستوعب يعني إيش دور الرعاية التلطيفية وأهميتها في النظام الصحي حتى تكتمل المنظومة زي ما تفضلت في مقدمتك. لمن تقدم؟ من هم المستهدفين بتقديم هذه الخدمة؟ الرعاية التلطيفية في الكبار تقدم لأصحاب الأمراض المزمنة في الحالات المتقدمة. تصنيف المرض في الكبار يختلف بشكل جذري ومختلف عن تصنيف المرض في الأطفال. في الكبار تقدم الحالات المزمنة بغض النظر، لكن عندنا في السعودية نسبة المرضى المصابين بالأورام كبيرة جدا، وبالتالي التركيز على الأورام يكون هو الأساس، وما يمنع أن تقدم الرعاية لبقية الأمراض المزمنة زي أمراض القلب، أمراض الكلى وبقية الأمراض المزمنة بالذات في الحالات المتقدمة من المرض. بالنسبة لنا في الأطفال، يعني تصنيف المرض في الأطفال يختلف بشكل جذري عن تصنيف المرض في الكبار. عندنا في الأطفال تقريبا 75% من الحالات حالات حادة، هذه الحالات الحادة اللي ما تترك أثر وتكون لها كورس معين ويختفي المرض بعد الكورس. عندنا تقريبا 20% هذه الحالات المزمنة، والمرض المزمن هو المرض اللي يستمر 6 أشهر وقد يستمر مدى الحياة. الأمراض المزمنة هي المتعارف عليها، لكن في التصنيفات الطبية في الأدب الطبي يسمونها الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا يصير خلط دائما بين الاحتياجات الخاصة والإعاقة. ف20% عندنا ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه احنا في طب الأطفال أصلا تبدأ الرعاية من الطفل السليم، فإذا احتاج الطفل رعاية أكثر من الطفل السليم يصير من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعدها ننتقل لمستوى الإعاقة، وهذول يشكلون 5%. بعدها في تصنيف جديد اسمه رعاية الحالات المزمنة والمعقدة، الأطفال من ذوي الاحتياجات الصحية المعقدة هذول 1%. الأطفال من ذوي الحالات المزمنة والمعقدة والإعاقة والحالات المزمنة كلهم يحتاجون وجه أو أكثر من أوجه الرعاية التلطيفية، لأن الرعاية التلطيفية لها عدة أوجه ما تقتصر على وجه محدد. فهذه هي الفئات إجمالا اللي تحتاج الرعاية التلطيفية. جميل. قد تتفق دكتور أن الوعي يمكن بالرعاية التلطيفية لدينا في السعودية في أدنى مستوياته، هل تتفق مع هذه المقولة؟ الوعي يعد ضعيف الصراحة، ولكن التخصص بحد ذاته تخصص حديث. يعني التخصص بدايته أصلا حديثة مقارنة ببقية التخصصات في المجال الطبي، وبداية التخصص أصلا لها يعني قصة ملهمة جدا. يعني الحرب العالمية الثانية انتهت عام 1945، نهاية الحرب العالمية الثانية تغيرت ديموغرافية العالم، بالتالي تغيرت حتى ديموغرافية المرض وتعريف المرض وتبعات المرض وآلية التعاطي مع المرض.
عام 1948 كان في ممرضة في بريطانيا، وكانت هذه الممرضة مهتمة بموضوع الرعاية الشمولية، لكن لفتها جدا في ذيك المرحلة أنه الأهالي تعاملهم أو تعاطيهم مع الإصابات وتبعاتها كان ملفت بالنسبة لها. يعني كان الأهالي يصطحبون المرضى اللي هم مصابين إصابات بالغة أو متقدمة إلى دور العبادة، ويقدمون لهم في دور العبادة الدعم الروحاني والدعم النفسي، فكان هذا شيء بالنسبة لها ملفت. مارست هذه الممرضة التخصص، وكانت من الأساس عندها شغف في التمريض، لكن يعني كانت توصية من أهلها أنها تتخصص في شيء ثاني. لما مارست التمريض بدأت تحاول تطور أو تضيف للتخصص، إلين ما أشرفت على واحد من مصابي الحرب، وكان يعني بولندي في بريطانيا ما كان عنده أي أحد غير هذه الممرضة، وترك مبلغ من المال. بعدها تعرضت هذه الممرضة لحالات فقد متكررة، وبدأت تفكر كيف أني ممكن أربط بين كل هذه الأحداث وأقدم نموذج مختلف للرعاية، بالذات للمرضى اللي يوصلون لمراحل متقدمة زي هذا المصاب اللي كان بين يعني تحت رعايتها. فأسست أول دار رعاية، وكانت يسمونها يعني هنا في السعودية نسميها نزل، حنسميها يعني ممكن نترجمها الترجمة الأقرب اللي هي دار ضيافة. دار الضيافة هذه تحتضن المريض في مرحلة متقدمة من المرض، وقد تكون نهاية الحياة، أو مرحلة في الأطفال ما هو بضرورة تكون نهاية الحياة، بس تكون مرحلة مؤقتة زي دار الضيافة، وتكون بيئة أقرب للبيت، يعني ما تكون مستشفى، يكون يعني منزل مخصص لهذه الفئة من المرضى. فبدأت أنشأت عام 1967 أول دار ضيافة للمرضى في بريطانيا. بعدها بدأت تنقل رسالتها، توجهت لأمريكا. لما وصلت لأمريكا نشرت الرسالة هناك، أسسوا أول دار رعاية للكبار 1970. 1972 تبنى الفكرة أحد أطباء الأطفال، وكان يعني والد لطفل معاق. 1974 خرج يعني تعريف الرعاية التلطيفية من مجرد نهاية الحياة ورعاية المرضى في هذه المراحل إلى تعريف أكثر شمولية، وبدأ التعريف من كندا. 1990 اللي هو يعني يعد قريب جدا، بدأت يعني منظمة الصحة العالمية تعتبره تخصص مستقل. والجميل جدا 1992 عندنا في السعودية أول برنامج رعاية تلطيفية بدأ من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض. جميل. فلما تقارن التخصص اللي بدأ في 1990 بالتخصصات الثانية، طبيعي بيكون الوعي أقل من كل التخصصات، وهذا اللي نحرص عليه يعني من خلال هذا البرنامج وغيره أن نوصل هذه الرسالة. شكرا لك لهذا التأريخ يمكن لحالة الرعاية الصحية. سأكمل معك حديثي دكتور خالد، لكن بعد أن أخذ هذا الاتصال معي والد الطفل مازن الزهراني سفير الجمعية السعودية للرعاية التلطيفية 2022. حياك الله. يا مرحبا، حياك الله استاذ جمال. يا هلا وسهلا. حياك الله يا استاذ الكريم. الله يحييك. طمنا عن حال السفير مازن. والله الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله وضعه طيب، مستقر اموره الحمد لله وشكر فضله. الان منهم بالمستشفى ووضعه طيب الحمد لله على كل حال. الله يرفع عنا بالعافيه ان شاء الله. ما ادري الا اتكلم كذا كلمه بسيطه كذا صغيره يا استاذ الكريم. تفضل. طبعا اول الشكر لله سبحانه وتعالى كريم نعمه ورحمته، والحمد لله امن علينا من فضله، وطبعا الله سبحانه وتعالى لازم بين عصرين نعيش اليوم في كنف حكومه عظيمه. طبعا نعجز عن الشكر والله والثناء بما تقدمه من خدمه جليله، طبعا بيحدث ما وصل اليه العالم من تقنيه. طبعا كل ذلك واكثر، طبعا المساله في هذا المنشأة الجبار اللي هي مستشفى مدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني بجده، نلمس ذلك والله العظيم. بالنسبه لابني مازن الحمد لله حالته مستقره، صحته جيده، مستمر بعلاج الكيماوي الان، اسال الله يجعله بردا وسلاما والان يتلقى طبعا جرعه لمده 5 ايام، هو بصحه بقمه السعاده والحمد لله على كل حال. طبعا يتابع البث الان معكم يا استاذ كريم، وطبعا بشغف وحب والله. واحنا بعد ندعو له يعني ونتابع حالته بشغف وحب، ونتمنى باذن الله انه يعود لك سالم معافى باذن الله. باذن الله. خبرني كيف تلقى يمكن مازن خبر انه بيكون سفير للجمعيه؟ والله الحقيقه الدكتور خالد جزاه الله خير ما شاء الله، يعني بعض الاشخاص يعني استلام الله بالاسعاد الاخرين، حين تراهم تطمئن والله تسعد بوجودهم. طبعا الدكتور خالد طبعا بلغني بهذا الخبر، وطبعا زار مازن بالعياده، وكان يتواصل معه دائما عبر الجوال، وكله سير تتصل يتواصل مع ابن مازن. طبعا مازن تلقى الخبر والله يدخل سعادته بهذا، حتى يقول بنفسه يقول تحمست كثيرا لهذه الفكره،
وفرحت وسعت بهذه المبادره، يعني كان حسيت باهميه المجتمع، طبعا حسيت باهميه المجتمع الان. نعم. ابو مازن، الرعايه التلطيفيه وشلون يمكن خففت شويه على مازن؟ والله الاخ فيك ابني مازن طبعا كان عنده مرض سابق تقريبا قبل 5 سنوات، وكان يتلقى علاج يعني مهدئات في اثناء المرض السابق. حتى كان في مقوله يقولها دائما، حتى ودي اذكر المقوله اللي يقولها، كان دائما يردد الكلمه هذه يعني من شده الالم. كان يقول طبعا بلفظه، طبعا يقول انا اتالم ولا انا اتالم ولا اتكلم. واتكلم ولا اتالم، ولكني اتالم واتكلم. هذا كلام في المرض، في مرض السابق قبل 5 سنوات. طبعا الان ما لاحظنا اي شيء الحمد لله، يعني مع وجود الرعايه التلطيفيه هذه صراحه، يعني فعلا سبحان الله تخف يعني الوضع يعني 180 درجه سبحان الله، يعني يخف الالم الى درجه انه يختفي تماما، يعني ما يشعر بشيء نهائيا يعني. الحمد لله على من فضله، الحمد لله، ودعواتنا له بالشفاء العاجل باذن الله، ونتمنى انه يعني تعود له صحته وعافيته قريبا بحول الله. شكرا جزيلا لك. والد الطفل مازن الزهراني، سفير الجمعيه السعوديه للرعايه التلطيفيه 2022. دكتور خالد، اذا كان لك تعليق على ما سمعته من والد الطفل مازن، تفضل. والله الصوت ما كان واضح 100%، لكن انا سعيد جدا بشوفه مازن الله يحفظه. ومازن طبعا يعني أول شيء تقدم بالشكر لمجلس إدارة الجمعية السعودية للرعاية التلطيفية اللي وافقوا على ترشيحي لمازن كسفير للجمعية لهذا العام. مازن استضاف المركز، مركز الأميرة نورة، في عام 2000 وتقريبا 16 بظرف صحي معين، وبعدين خضع للعلاج واستمر في المتابعات. بعد 3 سنوات استضاف المركز مازن بتشخيص مختلف جديد. وكان مازن شخصية ملهمة الصراحة جدا، فالتجربة اللي مر فيها ما تعد تجربة بسيطة. والحمد لله يعني كل مرة يمر بمرحلة تكون يعني صعبة يتجاوزها بكل يعني ما شاء الله تبارك الله ثبات وطمأنينة. مازن ما شاء الله حافظ 13 جزء من القرآن، عمره 13 سنة، وأنا اعتبرته الصراحة يعني شخصية ملهمة. وإن شاء الله بإذن الله راح نستمر في دعم مازن خارج إطار يعني الخدمات الصحية، إن شاء الله نحاول نساعده ويكون يعني قائد لمجموعة دعم للأطفال، أطفال الأورام، باعتبارنا مر بالتجربة في أكثر من مرحلة وفي أكثر من وجه، وجرب الرعاية بدون وجود رعاية تلطيفية متخصصة في الأطفال، وجرب الرعاية في وجود رعاية تلطيفية في الأطفال. فمازن إن شاء الله بيكون بإذن الله يعني خير من يمثل رسالة الجمعية. جميل، أرجو أن تبقى معي دكتور خالد، سنكمل حوارنا معك لكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد، حديثنا لا زال عن الرعاية التلطيفية، وضيفنا من استديوهاتنا في جدة هو الدكتور خالد الغامدي المتخصص برعاية الحالات المزمنة والمعقدة والرعاية التلطيفية للأطفال. دكتور خالد، في هذا التخصص تحديدا، هل يعني نعرف يمكن ويعرف المشاهدين أبرز التحديات اللي واجهتك في هذا التخصص؟ أبرز التحديات الصراحة رقم واحد الوصمة اللي حول التخصص، ل يعني قصور وصول المفهوم للناس بطريقه او باخرى. الناس الى الان لا زال يعني جزء كبير من المجتمع لما يسمع عن الرعايه التلطيفيه يعتبر الرعايه التلطيفيه مرتبطه بالضروره بنهايه الحياه، والحقيقه انه الرعايه التلطيفيه مرتبطه بجوده الحياه، او انجاز التعبير الرعايه التلطيفيه يعني ترتبط بانسنه الخدمات الصحيه وسهوله وصولها للمستفيد. هذا يعني تحدي كبير يواجهنا. التحدي الثاني بالنسبة لي أنا كطبيب متخصص، كطبيب أطفال، يعني ندرة الزملاء المتخصصين في التخصص، يعني اللي العدد حاليا نحن 2 في السعودية وعلى رأس الابتعاث 1، وواحد إن شاء الله ربي ييسر له القبول ويقدر يكمل التخصص في الخارج، فهذه مشكلة بالنسبة لنا قلة العدد. التحدي الثالث بعض الأنظمة الإدارية قد تكون عائق، يعني على مستوى يعني رعاية الحالات المزمنة والمعقدة على سبيل المثال، إنشاء جمعية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات أول شرط من الشروط لازم يكون عدد المتخصصين 100 متخصص. فيعني أكيد عندنا تحديات، ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني نطمح بإذن الله لتذليلها وتجاوزها. جي دكتور، قلت انه هذا او الرعايه التلطيفيه مرتبطه يمكن في بعض الامراض المزمنه او المستعصيه. هنا بهالحاله، وهذا يمكن سؤال يتبادر لذهن الكل،
كيف يقدر الطبيب اليوم يوصل المعلومة بشكل سلس وغير مزعج للمريض أنه مرضه مستعصي؟ والله أنا دائما يعني حتى يعني في لما يكون في مناسبة أدرس فيها سواء لزملائنا في مراحل التخصص بعد التخرج أو طلابنا، احنا دائما نقول احنا يعني في كليات الطب نعلم الطلبة العلم لكن لا نلقنهم الحكمة، الحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان يعني الطبيب أول شيء لابد أن ينتقي ألفاظه قبل ما يتكلم عن أي شيء يخص حالة المريض. بالنسبة لي أنا اللي أمارسه بشكل يعني مستمر مع الأهالي، أنا أستنطق الأهالي أنفسهم، يعني الأهل بالنسبة لي كطبيب أطفال الأهل يعرفون ولدهم أكثر مني أو يعرفون طفلهم أكثر مني. الأم اللي موجودة مع الطفل يعني طول فترة التنويم المطولة تعرف طفلها اليوم كيف وضعه وتقدر تقارنه قبل أسبوع قبل أسبوعين قبل شهر. فأنا أبدأ أسألهم دائما يعني إيش الوظائف اللي كان يقدر يسويها مسبقا وحاليا ما صار يقدر يسويها، ونبدأ من هذه القاعدة وبعدين ننتقل إلى مرحلة أنه إيش تتوقعون السبب، ونبدأ يعني نشوف مدى فهمهم لآلية المرض، نبدأ نشرح لهم يعني إيش اللي قاعد يصير بالضبط، وبعدين بعد كذا نتكلم عن الخيارات المتاحة والخيارات المناسبة. ودائما أقول للأهالي أن كل طفل حالة خاصة، لا تقارن طفلك بأي طفل حتى لو كان نفس التشخيص. الخيار المتاح لطفلك قد يكون مناسب وقد يكون غير مناسب، والخيار المناسب قد لا يكون متاح. فنأخذ الخيارات بالتدريج بهذا الشكل. إذا أنت قدرت أنك تستنطق الأهل وهم اللي بادروا، صدقني كل التبعات وكل القرارات الطبية الصعبة راح نتخذها بالإجماع إحنا والأهل بشكل سلس جدا ومرن وما في أي صعوبة حتى لو تعلق بقرارات مصيرية. وهذا يقولني سؤال مهم جدا دكتور خالد، يمكن وش أصعب قرار اتخذته تجاه مريض؟ الصراحة أنه أصعب القرارات اللي اتخذتها يعني كان قرار أن نوقف التغذية عن المريض، وهذا القرار يعد يعني علميا قرار مشروع وحتى شرعيا يعني ما فيه أي إشكالية. وإحنا عندنا في طب الأطفال لما نجي نتكلم عن الرعاية التلطيفية دائما نقول أن الأطفال ما لهم صوت قانوني، وهذه حقيقة. يعني الطفل عندنا إلى عمر 13 سنة في تعريف الأطفال في السعودية الطفل ما تأخذ موافقته على القرار، بس تعطيه خبر أنه يعني الإجراء هذا بيصير. الموافقة تكون من مقدم الرعاية في البيت الأب والأم أو أحدهما. فالطفل ما عنده صوت قانوني، لكن جسد الطفل دائما صوته يعلو على كل الأصوات. يعني أحيانا نوصل لمرحلة الطفل حتى مجرد التغذية تكون مؤذية بالنسبة له. لما تجي تتكلم يعني عن موضوع أنه خلونا نوقف التغذية لأنه المفروض أنها توقف التغذية لأنه هذا جزء من الدعم لهذا الطفل في هذه المرحلة، أحيانا زملائنا المتخصصين قد يشوفون الموضوع بنظرة عاطفية ويشوفون أن القرار هذا خاطئ أو أنه قرار غير منطقي. لكن وش تقصد بالتغذية دكتور؟ هذا التخطي مع مريضين. التغذية يعني هي عدة مراحل، في طفل يقدر يأخذ عن طريق الفم التغذية، في طفل يأخذ التغذية عن طريق الأنابيب التغذية، في طفل يأخذ عن طريق محاليل وريدية. أحيانا حتى المحلول الوريدي يكون مؤذي للطفل، اللي هو بس محلول يعني يزود الطفل بالاحتياج اليومي له من السعرات، أو حتى لو ما يكون فيه يعني سعرات عالية، في بعض الأطفال جسمه يرفض في مراحل متقدمة المرض يرفض حتى مجرد التغذية. فهذا القرار دائما يكون عليه يعني لغط كبير حتى من المختصين، والناس يشوفوه بنظرة مختلفة لأنه ما عندهم الخلفية العلمية التخصصية اللي تخليهم يستوعبون أهمية هذا القرار، واللي ممكن يكون هذا نوع من أنواع يعني التدخلات اللي تساعد الطفل على تجاوز المرحلة بشكل يعني أكثر أمان وأكثر يعني هدوء من ناحية الأعراض ومن ناحية التوتر ومن ناحية الآلام ومن ناحية يعني كل الأعراض المزعجة اللي تكون في هذه المراحل المتقدمة من المرض. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور خالد الغامدي المتخصص برعاية الحالات المزمنة والمعقدة والرعاية التلطفية. ختامي على إلى اللقاء.